حركة عزيمة انت وتحب تخدم على كل ما هو إيجابي، نقش يكونوا إيجابيين في كل شيء ونعطيه حلول سهلة ونحاول نبسطه قدر الممكن قدر الإمكان الأمور للناس وللمواطن وللعامة خاصة. اليوم الندوة هي على المياه. الندوة على المياه، المياه يلزمنا نفهمه، اللي يلزمها تكون قضية استراتيجية، قضية أهمية عليها أهمية كبيرة برشا برشا برشا. احنا مشكلتنا راهو قبل كل شيء نعرف عندنا مشاكل اقتصاديه، هي مشاكل المياه في تونس. احنا نسوم اون سيتياسيون دو ستريس يدريكو اكثر من ستريس يزيد، عندنا شح المياه كبير كبير في تونس، وراهو مستقبلنا راهو باش يكون مربوط بالماء. باش نعطيك امثله، مثلا اللاك تشاد، سامحني امثله ما همش يفرحوا برشا برشا. اللاك تشاد مثلا، لاك تشاد كي شاح وتبخر لاك تشاد، ثم قابين زوز ملايين وثلاثة ملايين كان يعيشوا حول لاك تشاد في مدن الكل اندثرت ومشاو. فين مشاو الناس هذوكم؟ هما اللي قاعدين توا يجيو لتونس وقاعدين يحكوا المشاكل. اخواتنا الافريقيين اللي جنوب الصحراء هما اكثرهم اللي كانوا يعيشوا حول لاك تشاد. راهو رد بالك، يلزمنا نفهموا حاجه، راهو في شح المياه ما يعاونك حتى حد. اليوم في نطاق انه الشعارات اللي رفعتهم الحركه عزيمون انه نحبوا نعملوا السياسه بطريقه مختلفه، ونحبوا نركزوا على ما يغير حياه الناس ونركزوا على القضايا الحقيقيه المطروحه اليوم. اليوم فماش موضوع مطروح اكثر من الماء، ندره المياه، الوفره نتاع الماء تقريبا بدينا ننساوها. الصعوبة اليوم يلقاوها الفلاحة، فلاحسنا ما زرعوش الطماطم، ما زرعوش الفلفل، ما زرعوش الخضروات، فما الفلاحة متحيرين كذلك على الأشجار المثمرة متاعهم كيفاش باش يسقيوها. الحمد لله جات الأمطار يعني في المدة الأخيرة، لكن هذا غير كافي، لازم نخمو في استراتيجيات آنية ومستقبلية. اليوم حركة عزيمون إيمانا منها بأن الكفاءات في تونس هي الحل، والكفاءات يلزم اليوم نسمعوهم باش نجموا نعملوا برامج ومقترحات ونرجع قضيه الماء والقضايا الكبرى هي قضايا راي عام يسمعها المواطن ويفهم المخاطر ويفهم التحديات، لكن في نفس الوقت لازم نطرح الحلول. اليوم موضوعنا هو المياه في تونس، الواقع، التحديات، ثم الافاق. نحبوا نطرح الحلول. اليوم جاوا معنا ثله من الخبراء، من الاساتذه الجامعيين المختصين في تحليه المياه، المختصين في التغيرات المناخيه، في يعني حتى في السياسات المائيه في تونس، باش نسمعوهم باش تكون لنا فكره. فما عديد من المختصين كذلك اليوم حاضرين معنا في الندوه باش يثريوا النقاش، وان شاء الله تكون مخرجات تكون فيها فائده كبيره لتونس. في حركه عزيمون كذلك ان شاء الله عندنا جمله من الندوات الاخرى اللي مش ننظموها تباعا، في كل اسبوعين ثلاثه مش تكون عندنا ندوه، مش تكون نهتموا بالفلاحه مثلا واهميه الفلاحه في الاقتصاد التونسي، واهميه الاعتناء بالفلاحه وبالمشاكل نتاعهم باش الفلاحه ترجع وتكون فلاحه متطوره، فلاحه ذكيه، فلاحه اللي تمكن الفلاح باش يرجع له الاعتبار نتاعو، ونمشيو للامن الغذائي. كذلك نحب نركزوا على المواضيع البيئيه، المواضيع النفايات كيفاش يمكن رسكلتها، كيفاش نحولوها من مشكل الى حل وتنجموا ننتجوا بها الطاقه. مواضيع كذلك الهجره، هجره الكفاءات التونسيه والهجره الغير شرعيه، الشباب اليوم لازم ثم حلول باش نرجعوا له الامل. هذه هي المواضيع اللي نحبوا نخدموا عليها، نحبوا نركزوا على كل ما يغير حياه التونسي. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.